لسه في بداية الحلقة كنا بنتكلم عن موجات الحر الشديدة اللي موجودة في أوروبا، وإن السنة دي نقدر نقول إن اتعرضت لأربع موجات ورا بعض شديدة الحرارة، وكان في تحذيرات كتير. الناس بقى اللي بتحس إنها زهقانة في الحر وبتخاف تنزل مشاوير في وسط النهار، خلاص اليابان حلت المشكلة دي، عملت لهم اختراع جديد، مكيف شخصي بتلبسه تحت هدومك وبتقدر تستمتع فيه بهواء تكييف وإنت ماشي في الشارع. كل التفاصيل الخاصة بالجهاز دي هنعرفها في التقرير اللي جاي. معروف عن اليابان إنها دولة بتمتلك أدوات التكنولوجيا الحديثة، وده كان واضح جداً في الابتكارات والاختراعات العلمية اللي أظهروها للنور خلال السنين اللي فاتت، واللي حققت نتائج قوية وغير مسبوقة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. المرة دي اليابان قررت تشوف حل جذري وواضح يساعد المواطنين على مواجهة موجة الحر، وده عن طريق استخدام التكنولوجيا برضو، خصوصاً بعد ما وصلت درجة الحرارة في المدن اليابانية ل 35 درجة مئوية، وده أمر غير جيد بالنسبة للمواطنين اليابانيين. علشان كده لجأوا لتكنولوجيا حديثة أنتجتها واحدة من الشركات الوطنية لمواجهة الحرارة الشديدة. الشركة دي أنتجت جهاز حراري يمكن ارتداؤه داخل الملابس، بيقوم بتبريد وتدفئة جزء الجسم اللي بيلامس الجهاز، وبيوفر الجهاز ده تبريد عالي الكفاءة، ده غير إنه بيمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد بشكل تلقائي. وبيحتوي الجهاز كمان على بطارية مدمجة بتتشحن في حوالي 100 دقيقة، وبعدها ممكن تشغيلها من 8 ل 61 ساعة في وضع التبريد. الجهاز كمان فيه خاصية مهمة بتشتغل على تحسين مقاومة العرق، علشان كده أكتر الناس اللي استفادت من الميزة دي اللي بيمارسوا التمارين الرياضية، ده غير إن الجهاز كمان مقاوم للمية والغبار وبيدي نتائج مذهلة في التبريد وبيمتص الحرارة بقدرة خرافية وغير عادية. الجهاز ده قررت الشركة تطرحه في الأسواق، وبقى عليه إقبال كبير جداً من المواطنين في كل المدن والمناطق اليابانية، ده غير إنه حقق مبيعات كبيرة وخرافية بعد ما طرحته الشركة في الأسواق والمنافذ، والمواطنين بقت بتتسابق عليه علشان تحجزه وتشتريه، وبتنزل تدور عليه في المحلات، وده لأن تمنه مش كبير وسعره 180 دولار بس.